السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم محمد خالد فرقة تانية. إن شاء الله أشرح النهاردة محاضرة الخامسة والستة في فسيولوجي بعنوان الترانسبورت أوف أكسجين أند سي أو تو أون بلاد. أول حاجة، ما تيجي تدعو لزمايلنا ربنا يرحمهم ويصبرها لهم يا رب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أربع مواضيع مهمة وكبيرة شوية، بس إن شاء الله نحاول ما ناخدش وقت فيهم كتير. يعني أول حاجة اللي هي الترانسبورت أوف أوتو، ترانسبورت اوف اوتو ان بلاد، بعد كده اللي هي الاوتو ديسوسيشن كيرف، بعد كده ترانسبورت اوف سي او 2، بعد كده الكيميكال ريجوليشن اوف بريثنج، يعني امتى يبقى في انك تنفس بسرعه وامتى تنفس بالراحه كده. نقص نقص الاوتو هيخلينا نتنفس بسرعه، ولا زياده السي او 2 تخلينا نتنفس بسرعه، ولا ايه؟ هنعرف ده كله مع بعض ان شاء الله. اول حاجه الترانسبورت اوف اوتو ان بلاد، تمام. مبدئيا كده، في الاوتو موجود في البلاد في فورمين، كيميكال فورم والفيزيكال فورم. كيميكال فورم دي اللي هي بيبقى عبارة عن اوتو وهيموجلوبين، تمام. فيزيكال فورم دي اوتو بس، يعني اوتو كده سايح دايف في البلاد زي الاكسجين اللي موجود في المية كده اللي السمك بيتنفس بيه، بس ده احنا متعتمدش عليه في التنفس، ده بتاع السمك والحاجات دي، احنا بنعتمد على ده في التنفس، تمام. يبقى مبدئيا كده، مثلا لو انا عندي 100 جزيء اوتو، تمام، 98 منهم هيبقوا مربوطين بهيموجلوبين، 2% بس منهم او 2 هيبقوا مربوط، هيبقى فري كده في البلاد، تمام. الفيزيكال دول بقى في الاثنين، في دول هقسمهم، هيبقى في البلاط في الارتريال يبقى 3 من 10 اللي هي يعني 3 من 10 موجودين فري كده، تمام. في ده في الارتري، في الفين هيبقى 13%، يبقى كده التيشو خد تقريبا 1.7 من 10 يعني في الفيزيكال، بس دول مش مهملين اصلا، تمام. بعد كده في الكيميكال، الكيميكال بقى في الارتري بيبقى 19 جرام، تمام، انما في الفين بيبقى 14، يبقى التيشو خد 5. ده كله كلام عام، يعني هنرجع نوضح ده كله مع بعض تاني، تمام. يبقى تاني بيقول لك بقى، هنا نقرا بقى اللي احنا قلناه. قلنا اول حاجه الاكسجين بيتنقل في البلاط عن طريق طريقين، اول حاجه اللي هي في الفيزيكال سوليوشن، يعني هو بطريقه اللي هو الاوتو بس كده سايح في الدم زي الاكسجين بتاع الميه وكده، تمام. دول 1.5% او 2%، مش تفرق يعني النص ده، تمام. دي هناك بقى اللي هو فري سي او 2 دايف في البلازما كده عادي، تمام. في الارتيريال بلاد، تمام، بيبقوا 3 من 100، في الفين بيبقوا 1.3 سوري 13%. سيبكم من دي، هنقولها في السلايد اللي بعدها. يبقى كده قلنا في الاكسجين بيبقى في الفيزيكال والكيميكال، الفيزيكال بتبقى 1.5%، انما الكيميكال بيبقى يعتبر 8% او 8.5%، يعني تمام. الارتري بيبقى 3 من 10، انما الفين 13%. أهمية بقى دول إيه؟ يعني هما دول نسبة صغيرة بس مهمين جدا، يعني دول أصلا اللي بيعملوا التنشن، الأوتو تنشن ده اللي هو بيخلي اللي هو موجود في الألفيولاي 100، اللي هو الألفيولاي بتاع الأرتري، في الألفيولاي والأرتري، تمام. دول أصلا اللي بيخلوا فيه ديفيوجن، اللي بيعمل فرق الديفيوجن ويتحرك كده، فهو ده اللي مسؤول عنه. الهيموجلوبين بس ما هو إلا إن هو بيشيل الأكسجين اللي راح للتيشو، إنما ده بقى اللي بيحدد بقى هل مثلا من الدم للألفيولاي ولا من الدم للتيشو كده. فرق التنشن ده هو اللي بيعمله الفيزيكال فورم، تمام. الفيزيكال فورم بقى يبقى هو بتحدد الدايركشن وريت أوف ديفيوجن، يعني مثلا لو فرق كبير مثلا 140 هيبقى أكيد طبعا أكبر من 100 من 60 على 40 قصدي، تمام. فهو ده اللي بيحدد الفرق ده اللي هو الفيزيكال، تمام. والساتوريشن لان هو بيأثر على الكيميكال، انا هعرف برضو في السلايد اللي بعدها ان شاء الله، تمام. بعد كده هو اونلي ستيمولنت فور بريفرال كيمو ريسبتور، يعني الكيمو ريسبتور دي هناخدها في اخر حاجه خلاص في المحاضره ان شاء الله. في سنترال وبريفرال، السنتر دي بتأثر بالسي او 2 والاتش وكده، انما البريفرال بتأثر بالتنشن بس، التنشن مش الاماونت وكده، التنشن بتاعها ده اللي اصلا بيحدده اللي هي الفيزيكال فورم، تمام. بعد كده بقى اللي هي الكيميكال كومباينيشن، اللي هو الاكسجين مع هيموجلوبين، تمام، تمام. هي الاماونت الاوتو، تمام، كارد اون كيميكال كومباينيشن ويز الهيموجلوبين، تمام. دي بقى بتعتمد على حاجتين، يعني افترض مثلا ان انا عندي كوبايه ميه وعايز املاها، فده بيعتمد على حاجتين. اول حاجه الميه دي هتقدر تشيل قد ايه، تاني حاجه اللي انا اقدر اصلا اصب فيها قد ايه، فهتقدر تشيل قد ايه دي اللي هي الهيموجلوبين كونتنت، تمام. فالميه دي اصلا بتستحمل قد ايه، او كميه يعني كميه اللي هي تقدر تشيله قد ايه، تاني حاجه اللي انا اقدر اعملها قد ايه، اصلا انا معاك كميه ميه قد ايه عشان املى الكوبايه دي ولا لا، تمام. اللي هي الاوتو تنشن، يبقى قلنا التنشن اهو بيأثر على الساتوريشن اوف هيموجلوبين، يعني الكيميكال بتأثر اصلا بالفيزيكال اللي اصلا بيحدد الكميه، تمام. الارتريال بلاد بقى دي اصلا النسبه اللي احنا متعرفين عليها، احنا قلنا كده كده اصلا بنهمل الفيزيكال فورم بس، ده ما بنهملوش، هو مهم يعني، بس لما نقول مثلا 19 او 14 اصلا ما بحسبش 3% او 1 او 13% يعني، تمام. بقول دايما 19 او 14، تمام. في الارتري 19 وفي الفين 14.
بعد كده بقى هنقول احنا كده قلنا الاوتو موجود ازاي في البلد، فهيتشال بقى ازاي؟ قلنا الفيزيكال ده يعني ماشي لوحده كده في اي حاجه، تمام. الكيميكال بقى بيتشال على الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بيتكون من ايه بقى؟ ده عباره عن ذره حديد حواليها جلوبين او حواليها البروتين يعني، تمام. اللي هي بولي بيبتايد تشين، جلوبين ده بولي بيبتايد تشين، تمام. ده اصلا بيتاثر يعني في نوعين، الفا وبيتا، تمام. الالفا دي ثابته في كل حاجه، البيتا بتتغير. دي اصلا حاجات خدتوها انت في البلد وكده، تمام. الهيم بارت ده بقى اللي هو في اوفر اورجانيك مولكيول، يعني هو عباره عن اف اي موجب اتنين، يعني حديد عليه شحنتين، يعني كلام ما فيهوش اي لازمه يعني، بس ماشي. بيقول لك بعد كده اصلا ان الاف اي دي ما بتتغيرش، فانا لما اجي مثلا اقول دي عمليه اوكسيديشن ولا ايه، لا دي مش اوكسيديشن، هو بس اجست ان هو بيشيله، لكن هو ما بيتحدش معاه كيميائي، تمام. فهي اسمها اوكسيجينيشن مش اوكسيديشن، يعني لان هو شاله بس، يعني هو اتشبع بالاكسجين بس ما اتحدش معاه، هو مجرد ان هو ماشي معاه اكسجين، تمام. لكن لو جه سالك هيبقى تنيه هو اف اي موجب 2، ما يقولكش موجب 3. موجب 3 لا غلط، موجب 3 دي اصلا دي مرض اصلا، تمام. بيقول لك اصلا العمليه دي بتبقى رابد وريفرسبل، ومثلا كل خطوه بتسهل بعدها. يعني انت مثلا دلوقتي معانا مثلا هيموجلوبين، تمام، ما فيهوش اصلا اكسجين خالص، يعني ما معهوش اصلا اوتو، تمام. فاول خطوه هيجي يمسك فيها هتكون هتاخد وقت شويه، هتكون صعبه شويه. اول مره يتشبع اصلا يبقى مثلا كده اتش بي ومعاه اوتو واحده، فدي اصلا هتسهل اللي هو يمسك مع الذره اللي بعدها، يعني او يعني الطاقه بتقل بمعنى اصح، او مش الطاقه بتقل، بياخد وقت اقل يعني. فهي كل واحده بتسهل عمل الخطوه اللي بعدها، تمام. يبقى لو مثلا لو معاه واحده بقول ما ان هو 25% ساتوريشن، 50% ساتوريشن لو معاه اتنين كده، يعني 75 3 104 يعني، تمام. بعد كده بقى في كام تعريف كده، تمام. اول حاجه الاكسجين كونتنت في البلد، تمام. عذرا عن القطع ده يا شباب، تمام. قلنا اول حاجه في اللي هي الاكسجين كونتنت في البلد، تمام. دي اصلا اللي احنا قلناها في الاول اللي هي الاكسجين في الكيميكال فورم، تمام. هو بتاثر بعاملين، قلنا هذه الكوبايه، تمام. الكوبايه دي اصلا تقدر تشيل قد ايه، تمام، وفي نفس الوقت انا صبيت فيها قد ايه، او الكميه المواد اللي معايا اللي انا اقدر املاها اصلا. يبقى اللي هي الكوبايه ذات نفسها هي اللي هي هيموجلوبين كونتنت، يعني معايا اصلا هيموجلوبين قد ايه. تاني حاجه الاوتو تنشن، اصلا انا معايا اوتو يملاها قد ايه، تمام. طبعا كل حاجه اصلا بعد كده في البنلسه في اللي هي 100 مللي لتر دم، يعني عشان هنثبتها بعد كده. بعد كده قلنا اصلا دي الكيميكال فورم بتبقى في الارتري 19 وفي الفين 14، تمام. يبقى كده معناها ان التيشو خد كام؟ يبقى خد 5، اللي هي 14 ناقص 19 بيساوي 5، تمام. الكوفيشنت بقى دي اصلا النسبه اللي التيشو خدها على نسبه الدم اللي كان رايح، الاكسجين اللي كان رايح كله، يعني هي 5 على 19، تمام. بس يعني 5 على 19 دي 25%، يعني مثلا التيشو كان رايح له مثلا 100 جرام اكسجين، تمام، خد منهم 25 بقى 75، يعني بس هو رايح 19 خد 5 بقى 14 يعني، تمام. دول بقى اصلا تقول لي مثلا طب الباقي دول بيروح فين؟ بيروح في الاكسرسايز بقى، ده اصلا بيتحول النسبه دي ل 75%، فمثلا بدل ما كان بياخد 5 هياخد مثلا 14 وهيرجع 5 بس، تمام. يبقى 14 على 19 بدول 75%، بس دي في حاله الاكسرسايز بس، انما في الطبيعه اصلا بياخد 25% بس، تمام. هتبقى لك هو ديورنج اكسرسايز بيبقى توصل 75%، في العادي اصلا النسبه دي بتبقى 25%، تمام. بعد كده بقى اللي هي الاكسجين كاباسيتي، تمام. دي اصلا بتعتمد بقى على الكوبايه بس، يعني احنا قلنا قبل كده اللي هي الكونتنت دي بتعتمد على الكوبايه والميه، تمام. انما الكاباسيتي بقى دي الكوبايه بس، انا اقدر اشيل قد ايه، فهي كده بتعتمد على الاتش الهيموجلوبين بس، تمام. طبعا قلنا كده كده كلهم في 100 مللي دم، تمام. بعد كده قلنا اصلا اللي بيقول لك ان احنا عندي قد ايه هيموجلوبين، عندي 15 جرام هيموجلوبين، تمام. كل جرام هيموجلوبين بيقدر يمسك في 1.3 مللي لتر او 2، تمام. فكده اقدر اشيل اصلا قد ايه او 2، يبقى هضرب اصلا 15 في اللي هي 1.3، تمام. يبقى كده كل واحد اصلا يقدر يشيل 20، تمام، بس انا اصلا بشيل 19، فعشان كده بقول على الساتوريشن اسمه نوت فولي ساتوريتد، يعني هو بارشلي، تمام، يعني اللي هو ايه، هو 90% او حاجه زي هنقولها تحت يعني، تمام. هي بيقول لك نوت فولي ساتوريتد، تمام. ليه بقى؟ مش بيقول لك اصلا في شنط، يعني في دم في ارتري، في شنط بين الفين والارتري، تمام. فالدم بتاع الفين بيختلط بالدم بتاع الارتري، فده بيخليه نوت فولي ساتوريتد، يعني مثلا الارتري مثلا لو كان 100 لو كان 100 بيجي له اصلا شويه دم غير مقصر بيخليه مثلا يوصل 90، تمام. فدي اصلا دي بسبب الشنط يعني، تمام. بعد كده بقى اللي هي الساتوريشن، تمام. انا اصلا كان اقدر اشيل، اقدر اتشبع مثلا احنا قلنا بال 19 قلنا بقى 20، تمام. انا اصلا اللي معايا كلهم على بعضهم 19، فكده انا نسبه التشبع بتاعي 95%،
تمام، يبقى هي اوتو كونتنت على اوتو كاباسيتي. تمام، الاوتو كونتنت اللي احنا جبناها فوق اللي هم 19 بتوع الارتري والفين 14 على الاوتو كاباسيتي. الارتري اصلا يقدر عموما يشيل 20 في ال 20، انا شيلته 19، يبقى كده هو متشبع بنسبه 95%. تمام، بعد كده قلنا في شنط ان دي بالدم الفين بيفتح دم الارتري بيخليه في شويه اوتو، يعني شويه اوتو مش شويه هيموجلوبين مش اكسجين، تمام، بيروحوا وبيخشوا اختلطوا مع بعض يعني، فده بيخليه نوت فولي ساتوريتد. طيب بعد كده بقى عندنا اللي هي الاوتو ديفيجيشن كيرف. تمام، دلوقتي اول حاجه جابوا جهاز عندنا عشان عايزين يطردوا الهيموجلوبين بقى، تمام، فعايزين نشوف ايه خاصيه الهيموجلوبين بقى اللي يتشيل عليه الاوتو. تمام، فجابوا جهاز تمام اسمه التونوميتر، وبعد كده جابوا شويه دم يعني فيه هيموجلوبين بتاع، تمام، وقاموا مرروا عليه اوتو تنشن معايا، تمام، وشافوا التشبع بتاعه قد ايه. بعد كده قعدوا يغيروا الكميه وكده، تمام، وشافوا مثلا الساتوريشن او قد ايه كده. هتقول لي جاب الساتوريشن منين؟ هقول لك اصلا ما احنا لسه جايبينها الاوتو على ال ثانيه معلش اصلا نسيتها. يبقى قلنا جابوا بقى الساتوريشن منين اللي هي اوتو على الكباسيتي، تمام، في 100. وقام عملوا ايه بقى؟ عملوا علاقه. تمام، هنشوف بقى الجدول تاني ارسم وارجع لكم. تمام، فقاموا بقى رسموا العلاقه. تمام، فاول حاجه لما مرروا اوتو بتنشن 100، تمام، لقوا البتاع يعني عذرا على الرسمه بس ما كانش هنا، كان مثلا قبلها على طول كان 97%، فاحنا قلنا ان هو ايه نوت فولي ساتوريتد. ليه؟ لان كان في شنطه وكده. تمام، فبعد كده لما جم بقى قالوا له التنشن، فلما جم قالوا له التنشن قالوا له لحد 60%، تمام، وصل لحد 90 يعني معرضه عذرا على الرسمه وكده، فاعتبروا ان دي عند 90 يعني. تمام، فده اصلا كان ده بقى فسر ايه بقى، فسر اصلا ليه في المحاضره اللي فاتت لما قلنا لان انا ممكن اقدر اعيش بهايبوكسي عادي. تمام، لان انت اصلا قولت التنشن 40% كده كده الساتوريشن هتقل 10% بس، ده مش هيأثر. تمام، لان اصلا هناخد في الاخر المحاضره ان الريسبيراتوري سنتر هيتأثر لما يقل اقل من 60%، هيبدا بقى يتأثر وكده ويحصل له هايبوكسيا بقى وتكبني والحاجات دي. تمام، لكن هو لحد 60% بيخليه تمام والساتوريشن بيقل. تمام، لو بقى ان الهيموجلوبين في خاصيه حلوه جدا اللي هو في الضغط العالي بيبقى عنده ساتوريشن عالي، يعني هو بيبقى عنده افينيتي عالي قصدي للاوتو. في الضغط القليل بقى لو ان هو بيسيب الاوتو بسرعه، يعني يقول لك طول ما انت حلو معايا حلو هتبقى تتعوج هسيبك وكده. تمام، فجيهم بقى جيهم قللوا التنشن بقى لحد 40%، فلو الافينيتي قلت الافينيتي وصلت 70%، فده اصلا ما بيفصل لك، ده اصلا اللي بيفصل لك بيحصل في الحقيقه يعني. ده اصلا ان ساتوريشن قل من 90 ل 70، ده اصلا اللي هو الكوفيشنس يعني قل تقريبا بنسبه 25%، ده اصلا الكوفيشنس اللي احنا لسه واخدينها اللي هو اللي اتاخد باي التيشو. تمام، اللي هي الارتري انا سيلفين على 100. تمام، ده اصلا الكوفيشنس اللي هي دي اللي هو السلوب ده، السلوب من هنا لهنا. تمام، جيهم بقى وقت ده كله وقت الريست، يعني ده اللي هي ال 40 دي وقت الريست وال 100 دي وقت الريست. تمام، جيهم بقى وقت الاكسرسايز بقى قللوا الاكسرسايز اصلا التنشن فيه بيقل. تمام، لما وصل لحد ال 20% فلقوا البتاع التاني قل لحد 40%. تمام، فده اصلا كان برضو بيفسر ليه في ال كوفيشنز بيزيد في الاكسرسايز لحد 75%. تمام، هي دي خاصيه الهيموجلوبين كده، ان هو لو في كل ما التنشن يقل لو في تنشن عالي بيبقى عنده هاي افينيتي، التنشن بيقل يبقى عنده لو افينيتي، سبحان الله يعني. تمام، فكده قل قد ايه؟ قل من 100 لحد 40 تقريبا 60 او 70% يعني. تمام، فهو ده بقى بيفسر الكلام اللي احنا قلناه في الاول اللي هي الاوتو ديفيشن كيرف. تمام، نرجع بقى نقرا الكلام ده، بصوا معايا في الداتا يعني فيها عشان لو اتلخبطتوا كده. تمام، بعد كده بقى نرجع نتكلم على كام حاجه بقى ايه ليها علاقه، ايه اللي بيخلي مثلا شيفت الكيرف ده يروح يمه اليمين او يمه الشمال، يعني ايه اللي بيقلل الافينيتي وايه اللي بيزود الافينيتي وكده يعني. تمام، اول حاجه عشان نبقى متفقين بس دلوقتي في اكسرسايز قلناها برده المحاضره اللي فاتت، التيشو خد اكسجين، تمام، طلع سي او 2 ازيد، يعني السي او 2 زي. تمام، السي او 2 ده مع الاتش 2 او 2 اللي في الاتش 2 او في بتاع الميه يعني اللي في البلاط مع الانزيم هنقوله في اخر المحاضره يعني. تمام، ده بيتحول بقى ال H2CO اللي هو ال H2CO3 اللي بنحل بقى ال HCO3 زائد H. تمام، فدلوقتي احنا عندنا ايه ال CO2 زادت وال H زاد. تمام، فده اصلا بيدل ان في انت في حاله اكسرسايز، يعني التيشو عايز اكسجين بسرعه. تمام، برضو التمبريشر بتعلي، يعني التمبريشر درجه حراره الجسم اصلا في الاكسرسايز بتزيد. بعد كده اللي هي المركب ده يعني مش عارف اقرا اسمه يعني. ده اصلا مركب بيطلع في حاله اللي هو الجلايكوجينيسيس، يعني انت الجلايكوجين لايسيس. تمام، اللي انت بتكسر الجلايكوجين دي حالات اصلا ان انت ما عندكش جلوكوز قليل، فكده اصلا ان التيشو مش واصل له غذاء كويس، ده كله اصلا حاجات بتروح اصلا تحفز ان الدم يبعت اوتو للتيشو ده، فدي كلها اصلا لو انت خدت بالك دي حاجات نقص غذاء او نقص يعني التيشو محتاج امدادات يعني، فده كلها بتقلل الافينيتي
بتقلل الافينتي يعني هتخلي الهيموجلوبين تمام عنده لو افينتي يعني هيسيب الاكسجين للتشو بسهوله يعني مش هيبقى عنده افينتي عاليه ليه. فده هتخلي الشيفت يجي كده تمام. ليه بقى تقول ليه؟ اول حاجه ما بيأثرش فوق لان كده كده اصلا قلنا اللنج التنشن ما بتأثرش فيها قوي تمام. ده كله بنتكلم على مستوى التشو. فال سوري سوري استنى انا كنت شرحته ده كله ما كانش بيسجل يعني تمام. يبقى نقول من الاول تاني الحاجات بقى اللي هي البي اتش تمام. احنا قلنا اصلا الاتش ده لما يطلع عذرا قلنا اللي هي المعادله دي تمام. سي او 2 مع الميه هيدينا في الاخر اتش سي او 3 و اتش. الاتش ده اصلا كل ما يطلع كل ما هيزود بقى هيقلل البي اتش تمام. فناقص البي خلي بالك ناقص البي يعني الاتش بيزيد بس البي بس البي اتش بتقل. ناقص البي اتش بتخليه شيفت تو ذا رايت. زياده البي اتش بتخليه شيفت تو ذا ليفت تمام. خلي بالك برضو ان في سي او والاو 2 تمام. لو جه احنا جبنا سي او واحده و210 او 2 فالهيموجلوبين هيقول لك لا انا همسك في السي او مش همسك في 210 رغم ان تركيز الاو 2 هيبقى اعلى. لا بس هو عنده افينيتي اعلى للسي او فالسي او بيخلي الكيرف يروح تو ذا رايت يعني بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاو 2 بسهوله. خلي بالك في فرق بين الافينيتي او الكيرف تو ذا رايت ويسيب بسهوله ولا لا يعني ما تلخبطش يعني تمام. فده بيسبب اصلا ليه لما انت تكون في حريق وكده اصلا ربنا بيرحمك ما بيعذبكش انت ما بتحسش بالحريق ولا كده انت اصلا بتموت قبل لما تتحرق يعني. بعد كده في المركب بقى اللي هو 2 و3 داي فوسفوجلسيريد ده اصلا مركب بيطلع في حالات الهيبوكسيا في حالات اصلا ان المصل عايزه تحرق تمام عايزه تعمل تنفس هوائي ومش لاقي او 2 مديول الباي وكده فهي بتبدا بقى تحرق ايه تحرق الجلايكوجين وكده تمام. فده بتوع اللي هي بتحصل امتى بقى بتحصل في حالات الماسكل اكزرسايز يعني في الماسكل اكزرسايز وكده الهاي اتيتيود الهيبوكسيا البريجنانسي اصلا اللي هي بتبقى عندها قلت هيبوكسيا ان هي بتغذي هي وابنها تمام. اي حاجه بقى تعمل بقى اللي هي تزود المعدل الحرق وكده او معدل النمو التستوستيرون الجروث هرمون الثيرويد الكاتكولامين في الادرينالين وكده وخناقه وبتاع بيزود بتقلل الافينيتي فبتخلي بتخلي الهيموجلوبين يسيب الاوتو بسهوله يعني تمام. يسجل ولا لا؟ بيسجل تمام. بعد كده برضه ده الكلام بتاع الكيرف اللي احنا شرحناه في الاول بيقول لك يعني لما كانت 100 تمام وقلت ل 60 ده قلل الكباسيتي اللي هي من 97 يعني قلنا مش 100 قلنا هي نوت فولي ساتوريتد قللها 90 بس تمام. انما بقى لما كانت على المهمه الثانيه لما كانت اللي هي لما كانت 40 تمام كان 70 يعني ده اصلا الطبيعي ان هي التنشن في المنتهى 70. لما بدات بقى يقل عن كده بقى نتيجه الاكسرسايز وكده اصلا الاوتو تنشن بيقل وكده لان الاكسجين بقى بتبدا اصلا في نقطه او في نقطه نسيت اقولها في الاول تمام. ان اصلا لما التشو يبدا ياخد الفيزيكال تمام ولما يبدا بقى الفيزيكال كميته يقل يبدا يخش على الكيميكال الاول يعني دي نقطه هتلاقيها مكتوبه عندكم في الداتا ان هو اصلا بيبدا بالفيزيكال مش الكيميكال تمام. فلما يبدا ياخد الفيزيكال في الاكسرسايز فده هيخلي التنشن يقل في البلد تمام. فده هيخلي الكيرف بقى هيقل اكتر تمام فهيبدا يسيبه بسرعه اكبر فتمام. بدل ما كان بيسيب 25 بس لا ده هيسيب 75 يخلي معاه 25 بس تمام. فهتبقى بتحول من 70% ل 20% الكيرف يعني هنا كان 70 هنا بقت 20 تمام. اتمنى يعني ما تكونش توهته يعني ولا تاه يعيدها يعني وكده برضه هقولها في مراجعه في الاخر يعني. بعد كده بقى هنتكلم عن ال CO2 ترانسبورت في البلط تمام. اول حاجه الارتري بيبقى فيه 48 جرام تمام. الفين بيبقى فيه ثانية معلش عشان عذرا يا شباب بيبقى فيه 53 تمام. تمام. فكده معناها ان التشو ادانا 5 يبقى كده التايدل اللي هو هنتعرف انا عارف تحت يعني الدايتر بيساوي 5 تمام. بعد كده بقى بيقول لك بقى اول حاجة هنتكلم على ال 48 دول وبعد كده هنتكلم على الخمسة دول. ال 48 دول اول حاجة موجودين في كذا فورم برضو زي الاوتو تمام. في اول حاجة اللي هي الفيزيكال في الكيميكال تمام. الفيزيكال دي اللي هي سي او 2 موجوده عادي تمام. اللي هي سي او 2 موجوده عادي دي بقى بتبقى بنسبه 7% تمام. الكيميكال في بقى كيميكال ماسك في قاعده اللي هي الكي مثلا اتش سي او 3 تمام هنقولها دلوقتي. لكن في كيميكال بقى ماسك برضو زي الاو 2 في الهيموجلوبين تمام. دي الهيموجلوبين جوه الار بي سي او في البروتين في البلاد عادي تمام اللي هو مثلا البيومين جلوبين اي حاجه ده برضو بيبقى ماسك فيهم 7% تمام. 7% الباقي بقى طبعا بيبقى ماسك في الهيموجلوبين يبقى 86% يا رب اكون حسبتها صح تمام. بعد كده هنتكلم بقى ازاي ايه اللي بقى الكيميكال كده. قلنا اول حاجه اللي هي سي او 2 المعادله الشهيره زائد الميه في انزيم اللي هو بيعتمد على الزنك يعني تمام اللي هو اللي اسمه
كربون مذابين تقريبا، تمام، بيدينا بقى اللي هي اتش سي او 3 زائد الاتش، تمام. الاتش سي او 3 بقى ده نصيب اصلا، بس التفاعل ده فيه ميزه ان هو ريفرسبل ومايل يمه السي او 2، تمام. فمثلا لو انا عندي 1000 جزيء هيديني مثلا 990 اتحول هيتانيوم زي ما هم سي او، بس 10 اتحول لسي او 2، ال 10 دول اصلا اتحولوا اللي هم الاتش سي او 3 ده هيعكوا الدنيا، هيغيروا بقى البي اتش وكده، تمام. فانا عايز اتخلص منهم، اتخلص منهم شويه هيمسكوا في اللي هي الان اتش اللي موجود في الجزء البروتين، وشويه هيمسكوا في الجلوبيولين اللي داخل جوه الار بي سي، تمام. بس انا عايز اتخلص منهم، تمام. هيعمل ايه بقى؟ هيعمل حاجه ان الاتش سي او 3 ده هيخش جوه الار بي سي، تمام. جوه الار بي سي اصلا بيبقى فيه اللي هي الكي، تمام، بتبقى ماسكه اصلا في الهيموجلوبين، تمام. بس الاتش سي او 3 الكي دي اصلا ماسكه في الهيموجلوبين، تمام. الاتش سي او 3 دي قوي، تمام، فبتقوم طارد الجلوبين تمسك هي في الكي اتش سي او 3، تمام. بس ده بنسبه يعني، ده لحد ما الكي هنا تخلص يعني اكويت ميلي، تمام. فتبدا برضو ده عمال ينتج لسه، فدي لسه بتنتج، فدي هتبدا بتخرج بقى من الار بي سي، فهتبدا تخرج بره. يا دي هنا الار بي سي اهي، تمام، دي هتبدا تخرج بره بقى كده، هتلاقي بره في ايه؟ هتلاقي بره في الان ايه، هتمسك في الان ايه تعمل ان ايه اتش سي او 3، تمام. بس كده دي سالب، ولان ايه اصلا ده كان ماسك بره في سي ال، تمام. فسي ال سالب دي بقى هتلاقي شحنه سالب كتير، فهي من نفسها دي هتقوم داخله جوه عشان تعادل الشحنه السالب، تمام. الاتش سي او 3 خرجت بفرق التركيز عادي، انما دي فخرجت عشان جزء اللي هي السالبيه وكده، تمام. بس كده نبدا نقرا الكلام بقى، وان شاء الله يكون معكش الدنيا يعني وفهمته كده. يبقى قلنا اول حاجه اللي هي في فيزيكال وفي الكيميكال. قلنا الفيزيكال ده اللي هو 3 7% 3 مللي جرام، تمام. انما الكيميكال بيقسمهم حاجتين، بيقسمهم ان هو بيمسك جزء في البروتين وجزء بيمسك في القاعده اللي هي كي او ان اي، تمام. اللي يمسك في البروتين اسمه كارباماين كومباوند، دول برضه 7%، 7% دول فيهم انترا سيلر، يعني دول بيقسمهم تاني انترا سيلر واكسترا سيلر، تمام. انترا سيلر ده اللي هو ار بي سي، اكسترا سيلر ده اللي هو بلازما. الانترا سيلر معلش بس عشان بتوع الشارع كده اطفال احباب الله وكده يعني، بس نكمل يعني، تمام. الانترا سيلولر دول اللي هي بتبقى كارباماين بيمسكوا في الهيموجلوبين، انما في اللي بره دول يمسكوا في البروتين اللي هي ال ان اتش، يعني ان اتش 2 بتاع البروتين، تمام. دول كميتهم ايه؟ كميتهم 3 مللي جرام. بعد كده في اللي هي في بقى اللي هي الكربونات، تمام. دي اللي هي 86% دول، او اللي هم 42 مللي جرام يعني، تمام. دول في البلازما بقى بيمسكوا مع ال ان ايه، تمام. وفي الار بي سي بيمسكوا مع الكي اتش، قلنا الكي ده انتر سيلولر، انما ال ان ايه دي اكسترا سيلولر، تمام. بيقول لك بقى اللي هي ثانيه، احنا قلنا اصلا قلنا ان اخر حاجه حصلت اتكونت كانت ال ان ايه، ال ان ايه مسك مع ال اتش سي او 3، تمام. والكلورايد دخل جوه، الكلورايد دخل جوه دي مع ال ان وال اتش سي او 3 ده خرج، دي اسمها كلورايد شيفت فينومينا عشان نحافظ ايه على السلبيه وكده، تمام. ال ان ايه اتش سي او 3 ده اصلا ده مركب قاعدي، ده بيستخدم في بفر سيستم في حالات مثلا لو الاسيدوز حصلت، ده اصلا بيتكون، فده بيعمل الكلاين ريزيرف بتاعه. بعد كده قلنا بقى التايدر سي او 2 ده اصلا اللي التيشو الدهولي، يعني انا كان في الارتري معايا 48، التيشو اداني كمان 5، بقى عندي في الفين 2 53، تمام. 53 دول برضو الخمسه دول بقى هتكلم عليهم، الخمسه دول برضو فيهم شويه فيزيكال وشويه كيميكال. قلنا شويه الفيزيكال دول ماشيين لوحدهم في ديسولفت في البلازما يعني كده، دول 10%، تمام. شويه بيمسكوا برضو في الهيموجلوبين وشويه او في البروتين في البلد انترا سيلولر او اكسترا سيلولر، دول 20%. 30% دول بيمسكوا برضو في الكي او الان اي، تمام. دول برضو 70%. طب يا شباب بعد كده في اللي هي سي او 2 ديسوسيشن كيرف، تمام. اول حاجه انا كان عندي دم في 100% او 2، تمام. قمت انا دخلت عليه السي او 2، تمام، 30%، 30% دول طردوا من 100% 30% زيهم، فبقى 70%. ده اصلا بيوصف ايه؟ بيوصف اللي بيحصل في حاله الريفت في التيشو اصلا، ان التيشو بياخد من الدم 30% او 2 ويديله مكانه ايه؟ سي او 2، تمام. بيخليه مثلا، لا مش بيديله مكانه، بياخد مثلا 30 منه، فده اللي هو ايه نسبه التيشو، فبقى 70% ساتيوريت. يبقى كده انا كان معايا 100% خدت منهم 30، تمام، بقى معايا ايه 70% سي او 2، 70% او 2 معلش. يبقى كده نعيد تاني، نعيد تاني معلش. اول حاجه انا كان معايا 100%، تمام. دخلت عليه دم ريديوسد، يعني في ريديوسد، كان 30% ريديوسد يعني عن طريق التونوميتر برضه، لان انا بعدي تحت بريشر معايا. الاكسجين ده بقى بدل ما كان 100% بقى 70%، ده نفس اللي بيحصل في التيشو العادي، ان الدم بيبقى 100% بيخرج منه 70%، ده نفس اللي بيحصل في الفسيولوجي، تمام. ايه بقى، بيقول لك ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ هو نفس اللي احنا قلناه في حاله الاوتو ديسوسيشن كيرف دي، اكنك بتوصف اللي بيحصل قدامك في البلاط، تمام. بيقول لك لما انا اكون عندي تنشن 40، تمام، الساتوريشن بيبقى 48،
دي حاله ايه؟ دي حاله الارتري. الارتري اصلا بيبقى التنشن بتاع الاو 2 السي او 2 فيه 40، يبقى مشبع بقد ايه؟ بيبقى فيه 48 او 50، يعني هم كاتبينها 50 بقى 48 او 50، دي اللي هي ارتيريال اند. تمام، انما لو التنشن بقى يوصل ل 46، تمام، بيوصل ل 52، او كاتبينها برضه 54 يعني وكده. تمام، دي بقى اللي هي الفين اند. تمام، فالميل بقى بتاعهم بقى ده اصلا التايدال فوليوم، ده اللي هو الحاجه اللي التيشو اداها لي. تمام، بس بيقول لك بقى ان ده لينير. ده لينير ايه عن التاني؟ التاني كان اول جزء في عند الرئه. تمام، الجزء كان اول كان عند في الاوتو، كان اول جزء منه ده بتاع اللانج، والباقي بتاع التيشو كان اول جزء بيبقى لاينر، والتاني بيبقى ستيب يعني منحني قوي. ده كله اصلا بيبقى لاينر لان الفرق اصلا 4 جرام يعني اللي اتغيروا كده. تمام، يبقى قلنا تاني كان عندنا مثلا 100، كان عندنا 100 جرام هيموجلوبين مش 70. تمام، دخلت عليهم 30% ريديوزد فتحولوا ل 70%. ده نفس اللي بيحصل في الفسيولوجي في الطبيعي، لما الدم يعدي على التيشو بياخد منه 30 يبقى 70. بعد كده بقول لك ايه بقى اللي انا استفدته؟ اللي استفدته ان انا بمثل اللي حصل في الحقيقه فعلا، ان انا عند تنشن 50، عند تنشن معلش 40، الساتوريشن بيبقى 48 او 50 يعني، ده بيمثل الارتر. انما عند تنشن 46 الهيموجلوبين الكونتنت او بيبقى مشبع بيه 52 او 54 زي ما اكتبها يعني، ده بيمثل ايه؟ الفين اند. السلوب بقى اللي هو الميل بتاعه ده بيمثل التايدال فوليوم. تمام، بعد كده بقى في اللي هي الكيميكال ريجوليشن اوف بريثنج. تمام، بيقول لك دول اصلا بيتاثروا بتركيز الاو 2 والسي او 2 تمام والاتش، لان هو اصلا الاتش بيتكون لما السي او 2 يزيد وكده. فدول اصلا بيعملوا ريجوليشن. تمام، ايه بقى نوع الريجوليشن اصلا؟ انا عندي ريسبتور بتحس زياده ده او نقص ده. تمام، الريسبتور ده في منها بريفرال وفي منها سنترال. تمام، البريفرال دول موجودين في اكتر من اماكن حيويه بالجسم، اكتر من اماكن وصل لها دم. تمام، اللي هو الاورترا الاورطه والكاروتيد. تمام، الكاروتيد ده فرع من الاورطه يعني اللي طلع الجهاز الهيد والنك. تمام، فدول اصلا اكتر اماكن يعني الدم فاصل فيهم او المعرضين للاكسجين بنسبه كبيره. فلو في مثلا تغير اقل مثلا بنسبه صغيره فالنسبه الكبيره دي هتبقى ملحوظه. يعني مثلا لو جاي لهم طب دول مثلا بيبقى جاي لهم اصلا الاوتو عادي 100%. تمام، ان لو وصل 90% هيحسوا 10% دول. انما مثلا بريفرال اصلا مثلا رجل او حاجه يبقى جاي لها اصلا 9، لو جالها 8 مثلا او حاجه فمش هتحس في الفرق ده. انما دول بيحسوا لان في الدول وصل لهم اكبر كميه من الدم يعني وكده، واكبر كميه من الاوتو. تمام، فدول بيبقوا موجودين في الاورتيك بادي والكاروتيد بادي. الاورتيك بادي دي في الاورتيك ارش، والكاروتيد دي في البايفوركيشن. قلنا في كومن كاروتيد. تمام، ده بيتحول بقى اللي هي الانترنال والاكسترنال. الانترنال طلع يغذي برين، الاكسترنال بقى طلع يغذي النيك وكده. تمام، بعد كده في سوري الانرفيجن. اول حاجه الاورطه بيجي له عن طريق الفيجز. تمام، وبعد كده الجروس فارينجال بيجي له عن طريق ال اسمها ايه دي سوري الكاروتيد بيجي لها عن طريق الجلوس فرنجي. في حاجه اسمها كوبله الموت وكده، لما انت عذرا في اللفظ يعني تدوس حد رقبته وكده وهو عنده حساسيه بيروح عن طريق بقى الجلوس فرنجي يطلع فوق بيرجع بريفلكس الفيجا يعمل برادي كارديا ممكن يموت فيها يعني. تمام، فهي دي اصلا الفكره وكده، ان هنا في ريسبتور للجلوس فرنجي يعني نيرف وكده. طبعا مرصه والله مش محتاجين ده اصلا، اكتر مكان جاي له دم. دول بقى بيبقوا حاسين لكل انواع يعني، حاسين لنقص الاوتو او نقص البي اتش او انكريز السي او 2 يعني. تمام، البريفر دي بقى بتبقى اكتر حاجه ليها يعني، هنقول دلوقتي السنتر حساس اكتر حاجه للسي او 2، انما بريفر اكتر حاجه حساسه للاوتو تنشن. تنشن اللي احنا قلناها في الاول اصلا ان النبي بيعمل ريجوليشن للبتاع وكده. تمام، بعد كده بقى قلنا بعد كده بقى اللي هي السنتر. السنتر دول موجودين في المظله وبلينكاد، دول هناخدهم في هتاخدهم في سن لسه مخلصوا يعني وكده. بيبقى في السنتر ريسبتور ده. تمام، دول موجودين في المظله وبلينكاد جنب الريسبيراتوري سنتر. تمام، يعني الريسبتور جنب السنتر على طول. تمام، في دايركت كونكشن ما بينهم يعني. استيميوليتد باي انكريز سي او 2 ليفل والميكانيزم عن طريق الاتش ايونز. تمام، هنقول احنا هشرحها تحت دلوقتي. دلوقتي السي او 2 بيقدر يعدي البلاد برين بارير، الاتش ما بيقدرش يعدي. فالسي او 2 هيعدي البلاد برين بارير في جوه انترستيشن في ميه. تمام، فالسي او 2 هيتحد مع الميه ومعدل الشيره بتاع، المهم هيدينا في الاخر اتش سي او 3 وي اتش. تمام، فالاتش ده بقى هيروح يعمل استيميشن للريسبيراتوري سنتر. ما تجيش بقى يخدعك، هو بيبقى سنسيتيف عن طريق اكتر حاجه سنسيتيف هي سي او 2، بس الميكانيزم عن طريق الاتش. يبقى اكتر حاجه سنسيتيف هي السي او 2 او بس عن طريق الاتش، بس هو اكتر حاجه سنسيتيف كده هيجي لك في الاختيارات هتختار السي او 2. تمام، يبقى ار موست سنسيتيف للسي او 2. تمام،
بس وده الكلام بقى اللي احنا شرحناه في المعادله فوق، تمام. بس بعد كده بقول لك بقى الاتش اي ان ده هناك بقى هو اللي استمريت الايه الريسبيراتوري سنتر. احنا قلنا المحاضره اللي فاتت اصلا ان اللنج وظيفتها الاساسيه انها تخلص السي او 2، ثم تخلص السي او 2، ثم تخلص السي او 2، بعد كده تبدا تدخل اكسجين. يبقى اهم حاجه انها تخلص من السي او 2، تمام، لان هو بقى اي اصلا زياده فيه هتروح تلعب في البفر سيستم، ودي اصلا حاجه فيه، تمام. يبقى الريسبيراتوري سنتر في النورمال، خلي بالك في النورمال بيبقى سنسيتيفلي السي او 2، تمام، اكتر من الاو 2. هو سنسيتيف للاو 2 بس اكتر اللي هو السي او 2، احنا نفسنا شويه اللي هي السنتر يعني، تمام. فانما بقى في الابنورمال العادي بيبقى يعني اي حد عنده مريض قلب او مريض شيفت او كده بيبقى سنسيتيف اكتر للهايبوكسيا مش للهايبر كابني، تمام. فبعد كده بقى الميكانيزم، تمام. قلنا اول حاجه السي او 2 ما بيقدر يعدي البلاب برين باري، تمام، فهيخش في الانترستيشن، هيروح برضه هيديسولف، هيروح بقى بيتحول بالمعادله الشهيره للسي او 2 زائد اتش 2 او 2 عن طريق الانزيم، هيتحول اتش تي اتش سي او 3 و اتش، تمام. فالاتش ده هيروح يعمل بقى الشغل كله، هو اللي يعمل بقى يعمل ايه استيميليشن للريسبيراتوري سنتر، تمام. في برضه في الاذر هاند هيعمل نفس الكلام، هيقل السي او 2 تنشن، لو قل هيروح بقى يقل في الارتيريال، فهيروح بقى هيقل اللي بيعدي، تمام. فهيروح بقى لما يقل اللي بيعدي هيقل اتش سي او 3 في البرين، تمام، وهيقل الاتش. يبقى خلي بالك الاتش اكتر حاجه بتتحكم هي السي او 2 بس، الاتش اللي بيشتغل بس اكتر حاجه بتتحكم هي السي او 2، المثال ده جالنا في الميد اللي فات في الميد بتاعنا يعني، تمام. ف ثانيه معلش. يبقى بعد كده بيقول لك بقى ان لما مثلا بص، اول حاجه انت تتراكم عندك، انت خدت نفس دخلت او 2 وخرجت سي او 2، تمام. فانت لما دخلت خرجت سي او 2 كده هيحصل السي او 2 قل في الانترستيشن بتاع البرين، وقل الاتش 2 فقل الايه قل الانهبيشن ده قل. يبقى سوري، عذرا اقول تاني من الاول. اول حاجه انت خدت نفس، تمام، خدت نفس دي دخلت او 2 وخرجت سي او 2، فانت قللت السي او 2، السي او 2 قل في البلاد، قل اللي بيعمل الكروس للبلاد برين باريا، بعد كده قل السي او 2 في الانترستيشن، فقل في الاخر الاتش. فالاتش ده لما قل، الاتش ده اصلا هو اللي كان بيعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر، فقدر الريسبيراتوري سنتر وقف، الريسبيراتوري سنتر وقف خلاص كده، انت ما بتاخدش نفس. يبقى يقعد السي او 2 يتراكم تاني، هيبدا نسبته تزيد، اول ما نسبته تزيد هيبدا يعدي البلاد برين باري، هيبدا يتحول ل اتش سي او 3 و اتش تاني، فالاتش ده يروح يعمل ستيميليشن، تاخد نفس تاني، وكده بقى هي الدوره تبقى شغاله كده، تمام. بعد كده بيقول لك بقى السنتر قلنا واخده هتبقى سنسيتيف اكتر للسي او 2، انما بقى البريفرال سنسيتيف اكتر للاو 2 تنش. ثانيه بس هشيل البتاع دي، تمام، بتبقى شغال اكتر للسي او تنشن، والاقل بقى سنسيتيف ايه للسي او 2 والاتش 2. يبقى السنتر سنسيتيف اكتر للسي او 2، خلي بالك مش اتش، سنسيتيف اكتر للسي او 2، هو بيستعمل عن طريق الاتش بس مش سنسيتيف ليه قوي، انما بريفر بقى سنسيتيف للاو 2 وتنشن، تمام. بعد كده بيقول لك ان انت اصلا في الطبيعي ان انت الهواء اللي انت بتستنشقه ده فيه نسبه سي او 2، تمام، بس النسبه دي اصلا بتبقى صغيره، بتبقى 4%. النسبه دي بقى لو وصلت ل 4% يبقى انت بتستنتج مثلا 100 جزء في منهم 4 سي او 2، ده اصلا غير طبيعي، تمام. فده بيعمل ايه بقى؟ ده بيخليك ان انت عندك تنفس بسرعه كده يعني عشان تبدا تتخلص، فالنفس بتاعك دي سرعته بتضاعف، تمام. بس التنشن السي او 2 ما اتغيرش، انت قدرت تعمل كومبنساتوري ميكانيزم، انت قدرت تتخلص من شويه اللي جايين زياده دول، ان انت بقت تعمل وش بسرعه، تمام، كده ما اتغيرش. بيقول لك بقى لو الاربع جزئيات دول بقى 10 جزئيات، تمام، انت هتنفس بسرعه اكبر 10 مرات، دي اكثر حاجه اصلا، دي اكثر حاجه انت تقدر تنفس بيها ان انت تزود سرعه التنفس بتاعك 10 مرات، تمام. بس دي اصلا مش كفايه ان هي تعمل الكونفرتاتري ميكانيزم، لسه برضه هيحصل عندك التنشن بقى هيبدا يزيد، لان انت ما قدرتش تعمل وش لكل السي او 2 اللي دخل بنسبه كبيره ده، فده هيعمل بقى هيرفعه لدرجه 50. هو اصلا في الطبيعه في الارتري او في الالفيولايزر الارتري بيبقى 40، فكده اصلا زاد 10 التنشن، الكميه بتاعته زادت 10، تمام، التنشن زاد 10 معلش، تمام. لكن بقى لو زاد اكتر من كده فانت اصلا خلاص، احنا قلنا اصلا اللي فوق دي الماكسيمم، انت زود 10 فالفنتيليشن مش هتزيد تاني، هيبقى 10 بس، هيتنزل زي ما هو 10 بس، التنشن بقى تزيد بقى اللي انت مش عارف تخلص منه، تمام. فده هيبدا بقى يزود الاتش، وهيبدا بقى ايه هيعمل، خش بقى في اللي احنا قلناه قبل كده، تمام. الفنتيلاتور ريسبونس تو الاتش، بيقول لك ان الاتش لما يزيد في البلاد زي مثلا ميتابوليك اسيدوز او اي حاجه، ده بيروح يحفز الريسبيراتوري سنتر، او لما يقل بيروح ينهبت الريسبيراتوري سنتر، يعني هو الريسبيراتوري سنتر بيتاثر بالاتش ده اللي بيشغله يعتبر، بس هو سنسيتيف موست للسي او 2، لان كده كده اصلا الاتش ما بيقدرش يعدي البلاد برين باري، تمام. الاتش طبعا قلنا بيتاثر بالسي او 2 على البايكربونات ريشيو، لان هي معادل يعني سي او 2 وميه، تمام، هيدينا اللي هي الاتش سي او 3 زائد الاتش، تمام. فبالطبيعي اصلا لو ده زياده فالتفاعل هيمشي كده، لكن لو ده زياده
التفاعل هيمشي كده، فهو بيتأثر بزيادة السي او 2 بتزوده، انما زيادة الاتش سي او 3 ده بتقلل. تمام. الميكانيزم طبعا ان هو الايون كونسنتريشن ده بيروح، ثانية عشان مش شايف. احنا قلنا اصلا المين ميكانيزم ان هو ما بيقدرش يعدي بلاد برين بارير، المين ميكانيزم بتاعه بريفر. تمام. بس هو برضو يعني احنا هما الاثنين بيأثروا على الاثنين، يعني الثلاثة بيأثروا على السنتر والثلاثة بيأثروا على البريفر، بس كل يعني سي او 2 مينلي سنتر، انما الاو 2 مينلي بريفر. الاتش بقى بيشتغل عن طريق بقى ان هو يروح يحافظ البريفر كيمر سيكتور دي، اللي هي بيبقى اصلا وصل لها انرفيشن عن طريق الجروس فارينجا اللي هو بتاع الكارودوت او الفيجاس بقى بتاع الاورطه، فده يروح يعمل ايه امبلس بقى ايه، يروح ينهبت بقى اللي هي بيروح يعمل قصدي ستيمولاي للريسبيراتوري سنتر. تمام. بعد كده بيقول لك بقى اللي هي لو زاد قوي، لو حصل مثلا سيفير اسيدوز او كده، ده اصلا بيشتغل عكس، لو الحاجه زادت عن لو الحاجه زادت بقى بتسلب ايه ضدها وكده. تمام. بعد كده بقى هنتكلم على الايفكت بتاع الديكريز في الاوتو على الريسبيريشن. تمام. اول حاجه النقصان ده يحصل بسبب ايه بقى؟ يحصل ان انت مثلا الجو اللي انت فيه ما فيهوش اكسجين كويس، زي مثلا يعني لما تكون في منطقه يعني البحر وكده، اصلا بتبقى بتحس ان انت نفسك مخنوق شويه وكده، مش عارف ازاي بس هي مكتوبه يعني، او في اتيتيود اصلا لان يعني الجاذبيه اصلا بتسحب الاكسجين جنبها وكده. تمام. الميكانيزم قلنا اول حاجه الاوتو بيشتغل مينلي بريفرال. تمام. فالاوتو لك هتروح تعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. تمام. فهتزود بقى هتعمل ايه، هتعمل بقى تحاول تنفذ بسرعه كده. تمام. انما بقى المودريت ديكريز. تمام. هتروح تعمل اللي هي ستيميليت بريفرال، بس ملهاش اكشن على ايه، على السنتر خالص. تمام. عذرا. تمام. بيقول لك ان الاوتو لاك ويل ستيميليت ذا ريسبيراتوري سنتر اند انكريز، يعني الاوتو لاك اصلا عموما هيروح يشغل الريسبيراتوري سنتر. تمام. البريفرال والسنتر. تمام. انما المودريت بقى بس هتروح تعمل ايه، بتعمل بريفر كيم ريسبتور. تمام. الماركت ديكريز اصلا هتروح تعمل انهبيشن، قلنا الحاجه لما تزيد عن حدها بتقلب ضدها كده. تمام. بعد كده بيقول لك بعد كده ان اللانج اصلا حساسه اكتر للسي او 2، قصدي للريسبيراتوري سنتر حساس اكتر للسي او 2 مش الاو 2. بعد كده قلنا اللي اصلا بيحس اللي احنا قلناه في الاول، لما توصل ايه ده، ايه ده يا عم ده، عذرا يا شباب بس الموبايل بتاعي تقريبا عايز يتغير وكده. قلنا اصلا ان ال عذرا قلنا اللنج ما بتحسش لل يعني لو البريشر قل عن 60 كده كده اصلا، من 100 لحد 60 الساتوريشن بيقل 10% بس، اللي هي من 100 ل 90، من 97 ل 90 بس. تمام. لما يبدا بقى يقل عن 60 اصلا يبدا بقى يحصل ايه، استيميشن للريسبيراتوري سنتر. تمام. انما يبقى كده قلنا ده بيقول لك اصلا ليه برضه الريسبيرتوري سنتر بيحس بالسي او 2 اكتر من الاو 2. تمام. ايه ده لسه في ايه ده، خلاص كده خلاص يا شباب. تمام. في سؤالين بيقول لك بعد كده ان ال هنحل السؤالين ده ونخش راجع بعد كده على طول. السنترال كيمو ريسبتور. تمام. سنتف موست للسي او 2 للاو 2. تمام. اكيد غلط، يعني هي سنسيتيف للسي او 2، انما بريفر هي سنسيتيف موست للاو 2. تمام. انكريز بي اتش شيفت ذا كيرف دي، معلش مش يو دي تو ذا رايت. تمام. تمام. هنقولها مع بعض، البي اتش دي زادت معناها الاتش ال، فالاتش ال دي معناها ان انت اصلا مش في حاله راحه، فلا شيفت تو ذا ليفت، انت اصلا كده في حاله راحه عادي، يعني انت ما بتحتاجش حاجه، ما عندكش مثلا سي او 2 تلعب كتير فتحول ل اتش سي او 3 وكده و اتش وكده، لا انت كده في حاله راحه اصلا، ما عندكش اسيدوزيس، فده هيخلي الاجابه فورس، ده هيخليه تو ذا ليفت. تمام كده شباب، ان شاء الله احنا خلصنا. اتمنى يعني ما اكونش كروت المحاضره، والله حاولت اقول كل نقط فيها، وان شاء الله هنزل لكم راجعه تلم الدنيا دي كلها. والسلام عليكم، واتمنى اكون في الدكو يعني، وهذا ثانك يو اللي بيسال عليها يعني كده، فعلا المحاضره خلصت بجد.